هاي جايز، ويلكم باك تو ماي شانل. اسمي جوز سيد، والنهارده هتبقى تاني حلقه من بودكاست سيريس ان شاء الله. معايا الاستاذ عبد الله رمضان، والنهارده هنتكلم عن ازاي تطور نفسك في الانجليش سواء اكاديميكلي او في اللغه عامه. اهلا بحضرتك استاذ عبد الله. اهلا وسهلا بك يا جو، الاخبار؟ عامل ايه؟ ربكم بخير. الحمد لله. البودكاست ده ان شاء الله هيتقسم على مرحلتين. اول حاجه ما قبل تعلم اللغه نفسها، وبعد كده أثناء التعلم اللغة. يس أول سؤال، في ما قبل التعلم، حضرتك شايف ليه الواحد ممكن يفكر إن هو يتعلم الإنجليزي، أو إيه الحاجات اللي هتبقى متاحة ليه لما يتعلم اللغة دي أو يبدأ فيها؟ بص، اولا كده يعني خلينا نتفق ان اللغه حاليا يعتبر بقت اهم حاجه. يعني البيرسون او الشخص اللي هو من غير لغه مختلف تماما عن الشخص اللي معاه لغه، من حيث الفرص، من حيث الشغل، من حيث كل حاجه. حتى في الدراسه نفسها تلاقي الشخص اللي معاه انجلش تحسه انه متميز. لا، هو انا اقدر اجيب من مصادر بره، اقدر ان انا اخد كورسز في اي مكان في العالم، بس اوكي، لان اغلب الجامعات طبعا حاليا بتعمل كورسز، والكورس كلها اغلبها بتبقى بالانجلش. فبالتالي لو انا معايا لغه، انا معايا كل الاوبشنز دي. لو انا مش معايا لغه، فانا على الاقل على الاقل مثلا لو حتى لما بتيجي في الشغل، ده مثلا الناس اللي بتشتغل في اي شغلانه، فانت معاك الانجليش او معاك لغه كويسه، فبالتالي المرتب بتاعك حرفيا بيطلع الدبل. اللي هو عشان اقول لك ايه، لو في الشغل ما فيش فرص شغل، ما فيش لا. فالفكره كلها في التطور نفسه. هل انت بتطور نفسك؟ هل انت معاك، يعني انت عارف ان اللغه بقت مهمه دلوقتي حاليا، وعارف ان اللغه بتساعدك ان انت او بتوصل لك لمرحله كويسه جدا جدا في البوزيشن، وبتطلع لك فرص وفرص هنا وفرص هنا وفرص هنا وفرص هنا. فتيجي تقول ان انا مش لاقي شغل، او تيجي تقول ان انا سوق العمل مش كويس، لا، هي المشكله عندك. المشكله ان انت عارف ان الحاجه الفلانيه بتعمل كذا والحاجه الفلانيه بتعمل كذا، لكن ما بتقدرش تطور من نفسك، ما بتقدرش ايه تشتغل على اللغه دي. فهو اللغه، هو يعني حاليا احنا قعدنا نتكلم حرفيا على اهميه اللغه في كل حاجه، فانت مش هتخلص. يعني اهميه اللغه دراسيه، اهميه اللغه ان انت اصلا تتواصل مع ناس من بره، ان انت تتبادل الثقافه، تتبادل الخبرات، ان انت تقرا مثلا في الثقافه الفلانيه، بتحس ان الثقافه ديت لا هي مختلفه عنك، فبتفتح لك دماغك لحاجات تانيه. مع اولادك بعد كده، انت اولادك، انت عارف ان اللغه بقت مهمه، فبالتالي انت لما تيجي تتكلم مع اولادك، او ان انت تيجي تعلم اولادك، تعلمهم مصادر كويسه، تتعلمهم انت اصلا، تحاول تتكلم معاهم بحيث ان هم يطلعوا منتلي الموضوع عندهم ما فيهوش اي مشكله اطلاقا. زي ما قلت في الدراسه، عاوز تاخد كورسز فانت تاخد كورسز بره. زي ما قلت في الشغل انت بتاخد حرفيا مرتبك الضعف. البوزيشن بتاعك اصلا في السوسايتي، يعني تحس ان انت ايه، يعني شخص اللي معاه لغه كده، لا انا اقدر ان انا، لان انت تكلمت او تعمقت في ثقافات تانيه وتكلمت مع ناس تانيه، فحس ان الموضوع بالنسبه لك ايه، انترستنج. اللي هو انا ممكن اندرستاند الشخص اللي هو بيتكلم ده، او في السوسايتي نفسه، حتى في السوسايتي بتاعك انت، لا بيفتح عقلك بطريقه رهيبه. يعني في حوار المنح، يعني انت اوريدي موضوع المنح ده معروف، انت لو انت حابب تسافر او الكلام ده كله، فبالتالي انت اللغه عندك دي حاجه اساسيه وحاجه. فاحنا هي الامبيرتنس اللغه، او الامبيرتنس بتاع اللغه نفسها، احنا مش هنقدر نوفي حقها، لان هي بقت حاجه اسينشال، حاجه بقت اساسيه. ما مش محتاجين ان احنا ايه نقول والله طب انا لو مش معايا لغه اعمل، لا، دي اول حاجه، دي فيرست ستيب، عشان خاطر انت فعلا لو انت عاوز شخص طموح، او شخص عاوز تعمل حاجه كويسه في حياتك، فدي الستيب الاولى، ان هي توصلك ان شاء الله للحاجه اللي انت عاوز تعملها باذن الله. تمام جدا. بما ان حضرتك اوريدي بتدرس الناس نون عربيك سبيكرز ان هم يتكلموا عربي، وفي نفس الوقت بتدرس الناس ان هم يتعلموا انجليش، فهل لقيت للناس اللي بيتكلموا لغة عربية افضلية لما بييجوا يتعلموا الانجليش؟ بص، هو اقول لك على حاجه، يعني الناس اللغه العربيه ولا اللغه الانجليزيه لما بتيجي يتعلموا عربي؟ يعني انه عنده افضلية من الاثنين؟ الافضليه هم صح، هم مع ان اللغه العربيه بتبقى صعبه، اللغه العربيه اصعب من الانجليش بكتير كمان، لكن هو بيبقى عنده، عارف ان هو الشخص اللي عنده هدف، عنده جول، عنده لا انا مش هقدر، او مثلا انا على نهايه السنه ان شاء الله بتكلم عربي، فبيتلزم بالكورس، بيلتزم بكل حاجه. انما انا حاليا عاوز اقول لك ان انا
لما كنت بخش كورس مثلا، يعني كان بيطلع معايا كورس من الدول العربيه كلها، من جامعه الدول العربيه ومصر، كان بيحضر كورس حوالي 1000 واحد. يعني اقول لك في اول الكورس، الناس اللي كملت يعني تقريبا ممكن دول مثلا 60 70 واحد، وده في كل مكان. يعني انت لو تلاحظ الكورسز اصلا او تلاحظ في اي مكان، لا هو في مشكله عند الناس في الملل، ان هو فاهم التعلم بطريقه مختلفه تماما عن طريقه التعلم. لانه خلينا نقول التعلم اصلا بروسس كده احنا بنمشي عليه. بص، انت ساعات بتتعلم او تعمل حاجه تحس ما تحسش بنتيجه، بس انت اوريدي مش واخد بالك، انت اوريدي في نتيجه. ودي بقى فيها مشكله بقى، ان انت ممكن مثلا تقارن نفسك بالناس التانيه. يعني مثلا انا بدات امبارح او بدات مثلا الاسبوع اللي فات، وعاوز بكره تبقى زي عبد الله مثلا، تبقى زي جو، تبقى يا حبيبي، ما هو ده مش هيحصل. ما هو انت لازم البروسس اللي اشتغلت عليه، لازم هو ده اشتغل مثلا سنتين 3 سنين شغال تك 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 طحن هنا، وعشان خاطر يوصل للبلايستيشن، عشان خاطر يوصل للحاجه اللي انت اصلا بتحبها دي. فيجي مثلا واحد يقول لي انا عاوز بعد شهر بالظبط اكون الانجليش بتاعي تمام. لا مش هيحصل، وما حصلش قبل كده، ومش هيحصل بعد كده في المستقبل، لان دي حاجه مختلفه تماما، تكنيكلي حاجه انت ما خدتهاش قبل كده، حاجه انت حتى لو انت اتعلمت انجلش في سكول، الاصل الانجلش انت اتعلمت حاجه، واللي انت بتخش بره ده حاجه تانيه خالص. تمام؟ فانا فات اللي بيفرق العقليه، المنتاليتي فعلا. يعني زي ما صلاح كان بيقول قبل كده، ان المنتاليتي فعلا بتفرق بين الناس هنا وبين الناس بره. انا حاسس ان هو جاي، هو مش مستعجل، هو عارف ايه البروسيس اللي مش عليها. فابدا معاه في الحروف مثلا، ممكن نقعد 3 4 سيشنز من الحروف بس، وهو ما عندوش اي مشكله. بس اهم حاجه ان هو يتقنها. انا بقى اقول لي انا اطلع من السيشن او اطلع بعد ما اخلص الجزئيه دي، لا انا الحروف بالنسبه لي خلاص ما عنديش اي مشكله طبعا. تيجي هنا، لا انا عاوز اتعلم لسننج، عاوز اتعلم سبيكنج، عاوز اتعلم ريدنج، عاوز اتعلم رايتنج، عاوز الاسبوع الجاي ابقى بتكلم انجليزي. طب ما معيش عصايه سحريه تعملها في الحوار ده. وحوار الكورسز اللي هو يجي يقول لك ايه، والله انت بعد 3 شهور هتتكلم وهتبقى بيرفكت. يا حبيبي ما يعني طلع لي مثلا كام واحد، ناس كتير جدا 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 خدت كورسز وفي الاخر ما اتكلمش لغه، عشان خاطر هو داخل بالوهم ده، هو داخل ان هو ده عاوز يضحك عليه. تمام؟ يعني حتى انا في الكورسز بتاعتي لما بشتغلها، بشتغل برايفت اونلاين، بشتغل على ميثودز. الميثود ديت هو اللي انت بتاخده في الكورس مثلا ممكن 3 شهور، انا بدورك شهر، اللي هو حوار الهري، عارف اللي هو الهري كتير، اللي هو مش عارف حل، مش عارف ايه، واعمل لي ايه، واعمل لي ايه، واعمل لي ايه. هي الحياه كلها اهم حاجه ان هو يطلع منك بزنس ويبيع لك كلام. يا باشا انت هتتعلم بعد 3 شهور هتبقى جامد جدا. تيجي بعد 3 شهور، بص بقى انت في عندنا اوفر مش عارف ايه، وتكمل بعد ال3 شهور مش عارف، وكل الكلام ده بيشغل حد. بس وهو بيلاقي بيئه خصبه لده. يعني هو الشخص بتاع الكورس هو بيلاقي بيئه خصبه لده، انت مش فاهم، ما عندكش القابليه، ما عندكش العقل الواعي ان هو يقدر، او ما عندكش العقل ان هو يقدر يفكر يشتغل الثينكينج بتاعه او هكذا. لان انت اولا ما بتقراش، الناس هنا ما بتقراش، هو مش عارف هل الشخص ده فعلا صح. يعني مثلا التعامل بتاعه بره، انا شغلي كله غالبا في امريكا وبريطانيا، فهناك يعني زي ما قلت لك المنتاليتي، ويعرف انت بتتكلم صح ولا لا. هو مجرد ما يتكلم معاك يعرف ان انت تمام ولا مش. انا لا، مش الكلام ده خالص، مش اي مشكله اطلع. فانا شفتهم بصراحه هم افضل، عشان خاطر بس العقليه اللي بيتعاملوا معاها مع اللغه، ان هو مش بيستعجل، هو عارف ان هو دي محطه او دي بروسيس يمشي عليها ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب لحد ما يعمل. يعني هو اصلا منحنى النجاح بيمشي كده، يعني انت فاهم، انت يخلي ده مثلا نقول ده الوقت وده المجهود اللي انت بتبذله. فانت ماشي شغال مجهود 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 مجهود، مره واحده بتلاقي الدنيا بدات ان هي ايه، بدات ان هي تفك معاك وتطلع معاك لفوق. بس يعني that's the point. اوكي كده خلصنا اول مرحله من البودكاست، هننقل بقى للمرحله الثانيه اللي هو اثناء التعلم. فبما ان حضرتك بتدرس اكتر من لغه، فايه افضل طريقه حضرتك لقيتها لتدريس اللغات عامه وبشكل خاص الانجليزي؟ وهل شايف ان ممكن الانجليزي نشتغله كسيلف ستادينج، ولا لازم حد يبقى معايا منتور؟ بص اقول لك، خلينا الاول كده نقول اللغات بشكل عام، ان انا عشان اصلا عشان خاطر اتعلم اللغات المفروض اتعلم ايه، او خلينا نتكلم على حوار البروسيس بتاعت التعلم نفسه عشان خاطر اتعلم اي حاجه اصلا. انت المفروض يبقى عندك 4 حاجات، 4 things. ايه هما ال4 حاجات؟ اول حاجه ان انت تبقى عارف مستواك في الحاجه دي ايه، تبقى عارف مستواك في الحاجه دي ايه. تاني حاجه تبقى محدد انت اصلا عاوز تتعلم ده ليه.
تالت حاجه تبقى محدد السورسز اللي بتشتغل منها، رابع حاجه تبقى محدد البلان اي حاجه انت عايز تعملها. ليه؟ هقول لك عشان خاطر حوار البروكراستريتنج، اللي هو انت بعد كده ان انت ما ايه ما تحاول انت ما تمطلش في الحاجه، ان هو انا اقف النهارده على البلان، اقف بكره على السورسز، او والله بكره اشوف انا عاوز اتعلم ليه. لا، انت مره واحده تحدد كل الكلام ده تظبطه وتقوم ايه؟ وتقوم نشتغل عليه. فاللي هو الاول انا حدد مستوى ايه؟ بعد كده تحدد ليه اصلا حابب تتعلم؟ وليه دي مهمه جدا؟ ليه بقى؟ احنا بنحدد اهدافنا بناء على قيمنا احنا الشخصيه، وبناء على العادات بتاعت، او بناء على السكيلز اللي عندي، بناء على القدرات، مش بناء على تقييمات المجتمع. عايز الشخص ده يقول لك انت عاو انت المفروض تبقى كده، لا، ما هو انا لو ما... لما اروح للمفروض ده انا مش عامل حاجه. تمام؟ وبالتالي بيجي عندنا مشكله كبيره جدا بيقع فيها الناس، يقول لك انا ما بقدرش اكمل في الحاجه اللي انا عاوزها. هو اوريدي انت مش عاوزها. يعني للاسف انت الحاجه اللي انت مش عاوزها، انت الحاجه دي جاب تاثير. مثلا شفت مثلا عبد الله النهارده كويس في الانجليش، قلت انا هبقى جامد في الانجليش. شفت مثلا جو كويس في السوفت سكيلز مثلا، او في البي ار، فتقول انا هتعلم بي ار. شفت مش عارف فلان الفلاني كويس في الاتش ار، انا هتعلم اتش ار. فلان كويس في الماركتنج، طيب انت فين؟ الكاركتر بتاعتك فين؟ الكاركترستيك بتاعتك فين؟ مفيش. انا ما عنديش. وبالتالي مع اول مشكله، مع اول مشكله انت خلاص بتطير بتروح، اللي هو خلاص انا بقى النهارده حسيت ان اللغه مش مظبوطه، فانا راح اتعلم بي ار. طيب ما انت هتروح البي ار للاسف هتلاقي برضه نفس المشاكل. ما انا هقابلني مشاكل، وانت قابلك مشاكل، وده قابله مشاكل، وده قابله مشاكل، وده قابله مشاكل، والناس كلها بتقابلها مشاكل. طيب ايه الفرق بين ده وبين ده؟ الفرق بين ده ان هو فعلا عنده هدف ومحدده، عاوز انا عاوز اتعلم عشان خاطر نفسي انا، مش عشان خاطر ان انا فلان الفلاني بقى كويس. لان يعني ده اللي بيخليك بيديك الايه؟ الكونسستنسي. وخلينا اقول لك ان هما حاجتين مهمين جدا في حياه اي حد في الدنيا، اي حد ناجح. في حاجتين اللي هو الكونسستنسي والتايم مانجمنت. تستمر الحاجه اللي بتعملها وتحدد وتظبط وقتك كويس او تنظم وقتك، خلاص انت اضمن لك ان انت تبقى شخص جامد جدا في اي حاجه بقى. تمام؟ فالكونسستنسي والتايم مانجمنت مهمين. without التايم مانجمنت مش هتقدر تحقق الكونسستنسي، مش هتقدر تحقق الاستمراريه. فانت لازم تشتغل على الاثنين. طيب خلاص انا بقيت فل وعرفت بقى انا حابب اتعلم ليه، بخشوف بقى السورسز، اشوف السورسز اللي هي المناسبه ليا، ابحث كده، اكتب يا عم جوجل ات، يعني انت عندك جوجل هيجيب لك كل اللي نفسك فيه. شوف السورس ده وشوف السورس ده وشوف السورس ده، وما عنديش مشكله ان انت تجرب كذا حاجه مره. يعني واحد يقول لك ايه، لا انا عاوز حاجه فلانيه تمشي معايا. طب ماشي، طب ما هو ممكن السورس اللي ماشي معايا ما يمشيش معايا طبيعي. حتى لما تقول لي مثلا انا رحت المنتور والمنتور الفلاني قال لي والله خد البلان دي مش عليه. ايوه، طب ما هو البلان اللي اداها لك دي هو مديها ل 100,000 واحد. هل كلنا زي بعض؟ هل كلنا نشتغل على سورس واحده؟ لا. عشان كده قلت لك في الاول انت تحدد مستواك اصلا، شوف انت مستواك ايه. فلما تروح تقول لحد ما تقولوش انا عاوز اتعلم لغه، قول له انا والله مستوايا كذا وعاوز اتعلم عشان كذا، والمصادر اللي جت قدامي كذا. ايه بقى؟ تحط بقى البلان في الاخر، يبدا ان هو المنتر يساعدك في البلان. يعني انت ما تحطش كده منك لهواك، انا هخش على الحته الفلانيه، اخش على بتاع، اشوف السورس الفلاني، اشوف السورس الفلاني. هو كل السورس دي مش معاك، هو في 5,000 سورس. فهو الشخص المنتر ده هو عارف الدنيا رايحه فين وجايه منين، وعارف ايه السورس اللي ممكن يمشي مع المستوى ده، ايه السورس اللي ممكن يمشي مع المستوى ده، ايه المشاكل اللي ممكن تقابلك وانت ماشي لو انت اتعلمت من السورس ده، او اتعلمت من السورس ده ينبهك ليها، وهكذا. فتيجي مرحله البلان في الاخر، مرحله الخطه، انت ما بتحطش الخطه غير لما بتروح بقى ايه للمنتور وتقول والله انا 1 2 3 4، انا بقى الثلاثه دول مظبوطين معايا، خلاص بقى لك بس الايه التاتش الاخير. يقوم حاطه لك ويقوم شايف لك عليه، ولو في اي مشاكل طبعا هيبدا ان هو ايه، هيبدا ان هو يعمل. خلاص انا حطيت البلان، احط بقى اظبط حالي، خلاص هبدا ان انا مع نفسي مثلا من الاسبوع الجاي، او هاخد كورس، او شوف انت ان انت حابه ايه، او المنتور اللي يقول لك عليه ايه، وتبدا ان انت تشتغل عليه. لكن انا بريفير يعني ان انت بتبدا بكورس كويس في الاول، ممكن مثلا شهر بس، يبقى مكثف مع حد فعلا فاهم وحد قوي يحطك على الطريق. اللي هو لو انت شخص مبتدئ خالص، لو انت شخص طبعا مستوى متوسط ادفانس كده، فلا انت مش محتاج كورس. لكن لو انت شخص مبتدئ او يعني فوق المبتدئ، بتروح لحد يبدا ان هو ايه يمشيك بس، يعني يديك الزقه الاولانيه بتاعت البنزين دي شهر مثلا او شهرين، وتلاقي نفسك بعد كده ان انت اشتغل. فالمنتور مهم، المنتور مهم جدا، عشان فعلا زي ما قلت لك ان هو ايه بيساعد بقى ايه على ان
هو يطلع لك البلان باقصى او باقصى شكل ممكن، بافضل شكل ممكن موجود في الاخر يعني. ده بالنسبه للبروسيس اصلا بتاعت التعلم بشكل عام بعيدا عن اللغات. طيب هنتكلم بقى اللغات، هي معروفه طبعا اللغه بتتكلم باربع مهارات، هي listening والreading writing and speaking اللي هو التحدث. اغلب الناس عندها ما عندهاش مشكله في writing والreading، يعني مثلا لو جبت النهارده جوجل شيت وقلت للناس يا جماعه خد حل الشيت ده تمام، هيبقى جامد جدا وهيجيب في الجرامر مثلا والكابس ممكن يجيب 90% او 90%. طيب تعالى اتكلم بقى، تعالى اسمع، مفيش عنده مشكله كبيره جدا، وده لان احنا اشتغلنا على مهارتين بس في السنين اللي فاتت اللي احنا اتعلمناها دي، احنا بقى 16 سنه و14 سنه بنتعلم انجلش وفي الاخر ما بنعرفش نتكلم انجلش عشان البروسيس اللي احنا اشتغلنا عليها. فانا لما تروح الكورسز غالبا بيشتغل معاك او ان هو بيحاول ان هو برضه يدخلك في نفس الزون تاني. طيب ما انا الزون دي انا جاي منها وما اعرفش حاجه، لا تيجي تقول لي بس اديني الشيتس، اديني مش عارف ايه، اديني ماتيريال، لا احنا بنخش على الشادوينج على طول. هو الشادوينج باختصار ان انا بقلب، بجيب الفيديو الفلاني او الاوديو الفلاني او وات ايفر اي حاجه، وبحاول ان انا اسمع كويس جدا جدا، اسمع الحاجه دي كويس جدا، واحاول ان انا افتح الريكورد، افتح التليفون واركب لنفسي سواء كان فيديو او سواء كان فيديو او سواء كان الحاجه اللي انت عاوز تريكورد لنفسك دي. تمام؟ فهي باختصار الخطه اللي انا اشتغلت عليها والخطه اللي انا بشتغل فيها مع الناس يعني، بيوصلوا لمرحلة كويسة الحمد لله يعني. يمكن أنا اشتغلت فيها مع 10,000 واحد وما شاء الله يعني، يمكن تقريبا 9,300 مشت معاهم كويس جدا، وناس كتير حتى يعني بقيت شغالة معايا بره دلوقتي حاليا الحمد لله. فاللي هو الايه، بتبدأ بقى بالنسرك ان انا بجيب ريكوردز او فيديوز على حسب مستواك، انا عشان كده بقول لك انت مستواك ايه. فتشوف في قنوات شانلز تقدر ان انت تسمعها، وفي قنوات اساسية يعني انا هنتكلم عن المصادر في الاخر يعني، في قنوات اساسيه تقدر تشتغل منها زي مثلا روشن دي للفوناتكس الاكسنت، كلير انجلش كورنر دي للاكسنت، ساينتفك اكسنت، كل الكلام ده هيساعدك في السبيكنج، يساعدك في البرونسيشن ان انت تقدر تظبط البرونسيشن بتاعك. في قنوات تساعدك في الكونفرسيشن اللي هو يجيب لك كونفرسيشنز وتحاول انت ايه تعمل شادوينج عليها، تجيب الفيديو او تجيب الاوديو وتحاول انت تسمعه. في قنوات تساعدك في في الحاجات التكنيكال، الحاجات الانفورميشن بقى، انا عاوز اخد انفو بقى تمام عشان مش ده خالص، بس حاول انت تتعلم ان انت تاخد كلها من الناس نيتيف سبيكرز، يعني انت تاخد من الناس نيتيف سبيكرز بحيث ان انت ايه تغير مصادر التلقي بتاعتك. يعني انا بقى بتلقى كله عربي، لا انا عاوز اتلقى انجلش انجلش عشان المشكله اللي بتقابلنا بعد كده، وهو ان انا لما باجي اتكلم بتاتا كتير. طيب هي دي بسبب ايه؟ بسبب انت لسه بتقعد تترجم. لا انا هترجم من حاجه فلانيه، انا لسه بقى دماغك بيقعد يترجم طبعا عشان تترجم، فبيقف قدامك حاجات تحس ان انت تقول كلمه عربي تقول كلمه انجليزي، لا اوكي. فانت بتشتغل على ده ان انت تغير مصادر التلقي من انجلش لانجلش عشان خاطر بعد كده تتجنب مشكله ان انت ما تعرفش تحلها بقى، مشكله ان انت انا مش قادر ان انا اقاوم، انا مش قادر ان انا اظبط الدنيا معايا ان انا اتكلم على طول كده دايركت زي فلوينت. ده مش هيجي غير لما تغير مصادر التلقي. هتقابلك مشكله في الاول، ما فيش مشكله، كلنا بنتقابل مشكله يعني، هتقابلك مشكله في الاول في عدم الاندرستاندنج، حاسس ان انت ايه بتبذل مجهود شويه طبيعي يعني، احنا لو ما بذلناش مجهود احنا مش هنعمل حاجه، وده مجهود ودي حاجه اساسيه يعني. المجهود انا بيبهرني جدا المجهود، المجهود انت عملت ايه عشان تقدر تعوز الحاجه الفلانيه؟ اقول له اصل انا بقعد ساعه، اصل انا بقعد نص ساعه يا حبيب قلبي. ما هو لو كان كده كان كله عمل، كل الناس بقى جامده جدا وكل الناس بقى فضلت وقت ما كان ايلون ماسك، فطبيعي يعني الموضوع هو مجهود ويحتاج منك مشكله او ممكن يسبب لك مشاكل في الاول، البروسيس بتاع التعلم رخمه، بس اللي بيساعدها او اللي بيحققها هي الهدف بتاعك او التعلم او الحاجه اللي انت عاوزها. فخلينا نبدا بقى كده، انا بحاول ان انا اطلع بره الموضوع عشان خاطر اوصل الفكره كامله، اوصل لك الفكره كامله، او عشان خاطر لما حد يجي في دماغه سؤال يبقى يحاول ان هو الاجابه بتاعته ان شاء الله تكون موجوده في البودكاست عن اللغه يعني بشكل عام. طيب فزي ما قلت احنا بنتعامل على اربع مهارات، انا بجيب الفيديو او بجيب الاوديو، اخش على جوجل كده في اوديوز، فيديوز كتير في تشانلز كتير جدا بيجيب الحاجات دي، مش اي مشكله اطلاقا، اي فيديو بالانجلش لاي اصلا شخص بيحب الكوره تمام، اجيب فيديو كوره، اجيب فيديو للكوره، اشوف المعلق او اجيب فيديو يتكلم بعد الكوره، ببدا انا اسمع هل انا اكتب وراه في سب تايتلز تبقى موجوده، فاشوف ان انا كتبت صح ولا لا، بعد كده ابدا ان انا اقرا، بعد كده ابدا ان انا اتكلم، احاول ان انا الخص الفيديو،
هي بالترتيب كده، انت بتجيب الاوديو او تسمعه كويس جدا جدا جدا، بتحاول انت تراجع السبتايتل او بتراجع السكريبت اللي موجود، تشوف الاخطاء بتاعتك بقى، تطلع كلمات جديده، تطلع سنتنس جديده، تحط النوتس بتاعتك، تشوف مثلا هو قالها منها مثلا هنا I'll do it، طب هو ازاي قال I'll do، هي I will do it، طب ما كده في ايه؟ بحاول الاقي احس ان في قاعده هنا I'll بعد كده I'll do the test and so on، تحاول تشوف الايه؟ القاعده بتاعتك، I'll do مثلا better، طب better اللي هو better اللي هو طب ازاي ايه كده، هتلاقي نفسك بتكستراكت اصلا لما تشغل دماغك هتلاقي القاعده بتاعتك، بتاعت اللغه بتبدا ان هي بتاعت الاكسنت بتبدا ان هي تظبط معاك. طيب بعد كده خلاص بظبط، انت كده خلصت بعد سمعت كويس، بدات ان انا اكتب، فظبطت الليسننج وظبطت الرايتنج. ده رايتنج مبدئي، مش رايتنج، مش الاكاديميك رايتنج. الاكاديميك رايتنج ده حاجه مختلفه اطلاقا يعني عن الرايتنج اللي احنا بنتكلم، قصدي ان انت تعود ايدك. لكن الاكاديميك رايتنج اللي بتاخده كورس مثلا على كورسيرا او على يوديمي او على ادراك، وانت لو عندك الدنيا تمام فانت مش هياخد منك وقت كتير يعني، هو بيعتمد على الادفانسد بكابس والكلام ده كله يعني بشكل اكتر، بيبقى ليه رولز كده بس مش عاوزين نخش فيها، لكن هو انت عشان تاخده تتعلمه فانت غالبا بتاخد له كورس كده ممكن مثلا كم محاضره، خلاص هو بيبدا ان هو ايه يظبط معاك الدنيا مع التريننج وهكذا. بعد كده بخش على الريدنج بقى، ان انا بجيب الايه؟ بجيب السبتايتلز او بجيب السكريبت، واحاول ان انا اقل شخصيه في الريدنج. اخر حاجه هي السبيكنج، ودي اللي بيبقى تعطل، بيقول لك ان لازم اعمل سبيكنج مع نيتيف سبيكر، لا اعمل براكتس مع نيتيف سبيكر، لا مش مشكله خالص، انت ممكن تفتح ريكورد لنفسك، ممكن تفتح فيديو سواء كان كاميرا اللاب او سواء كاميرا التليفون، تفتحهم هما الاثنين تقوم مشغلهم على بعض، وتحس ان انت كانك قاعد بتتكلم، تفتح الفيديو تتكلم هنا شويه، تتكلم هنا شويه، تتكلم هنا شويه، يعني اللي هيشوف حاجه يقوم يحل، تتكلم مع اصحابك ما عنديش مشكله خالص، تتكلم مع اصحابك يعني شوف الواي المناسبه ليك وتحاول ان انت تعملها. لكن الافضل طبعا ان انت تعمل ريكورد لنفسك. ليه بقى؟ تو ريكورد اي ريكورد ليه؟ عشان خاطر ان انت الانسان لما بيجي يتكلم كده بيحس ان هو جامد، بيحس ان هو جامد جدا، مفيش منه اتنين حرفيا. لكن لما تيجي تفتح الريكورد تحس ان عارف، عارف ريكورد الواتساب لما تيجي اه تشوف نفسك بالظبط. بتروح على الواتساب اللي هو ايه ده، مين ده؟ مين الشخص ده؟ انا حاسس ان انا ما... لا لا اله الا الله، شوف انا مش انا. فهو نفس الحوار اللي بيحصل معاك لما تيجي تعمل، تحس ان انت جامد والدنيا تمام معاك، لكن ايه؟ لكن لما تيجي بعد كده لما تفتح الريكورد تحس ان في عندك، لا في عندك ميستيكس، في عندك اخطاء معينه تمام؟ فانت بتشتغل على ده وبتحاول انت ايه؟ تظبط الموضوع ده، انت تعمل ريكورد لنفسك وتقارن بقى، تقارن بقى الريكورد بتاعك بالريكورد الاساسي اللي هو والله هو مثلا زي ما تحط النوتس بتاعتك وتحط مثلا الفوكابس، تطلع كلمه جديده، تطلع سنس جديده، لون جديده، كل ده تبدا ان انت ايه؟ تبدا ان انت ده تمام. Okay, that's the according to language أو بشكل عام. الإنجليش طبعا أنت بتزود بس عليه حاجات، إن أنت مثلا بتخش تحدد مستواك من أول حاجة في تطبيق كده اسمه English Score. English Score ده جامد جدا يعني، المصادر دي ممكن أبعتها لك تحطها تحت الفيديو. It's okay تمام، اوكي تمام. أنا هقدر أحط لك تحت الفيديو. English Score ده جامد طبعا، British Council في حرفيا تحفه، هو بيحدد مستواك في الليسننج، في السبيكنج، في الرايتنج، في كل ايه كل حاجه كده، وبعد كده بيجيب لك الجنرال او التوتال في الاخر. تاني حاجه في بقى مصدر جامد قوي طبعا في الانجليش اسمه 4000 essential words. 4000 essential words كتاب، الكتاب ده تحفه. هقول لك ليه؟ لان الكتاب هو عباره عن 8 اجزاء او 7 اجزاء، كل جزء عباره عن 30 واحده، كل واحده عباره عن 20 كلمه. الجميل في الموضوع ان هو ما بيشتغلش بالعربي خالص، هو بيجيب الوردز وجنبها صوره عشان خاطر ان انت لو مش عارف مش عارف المعنى قوي فانت تخمن من الصوره. بعد كده يقوم واخدها وحاططها في ديفينيشن، او بيجيب الديفينيشن بتاعها، بعد كده بيحطها في اكزامبل، بيحطها لك في ايه؟ في مثال. فبالتالي هو بيربط الدنيا كلها ببعض. مش بس كده، هو بيخلص ال 20 كلمه دول بيقوم واخدهم وحاطط لك عليهم اكسرسايز، اكسرسايز تحل عليهم. بعد ما بياخدوا الاكسرسايز هم واخدهم وحاططهم في ستوري، في قصه، فبالتالي تبدا ان انت تشتغل عليه. طيب بعد ما بياخد الستوري بيحط لك اسئله على الستوري، هو بيربط الدنيا كلها ببعضها بحيث ان انت تطلع خلاص انت فل جدا، الدنيا دي بقت تمام معاك. طيب ايه الجميل في الموضوع بقى؟ ان كل حاجه ليها ريكورد، يعني الكلمات بالديفينيشن بالاكزامبلز كلها ليها ريكورد، والستوري ليها ريكورد واحده، فبالتالي انت بتبدا ايه؟ تظبط بقى كله مع بعض.
تسمع كويس بقى، ممكن تعمل مع الستوري الخطه اللي احنا قلناها ان انت تسمع من قبل ما تشوف وتكتب وتعمل والكلام ده كله. ده بالنسبه للانجلش يعني بشكل عام. وبالنسبه للغات، لان هي البروسيس اللي انت بتشتغل عليها بتشتغل عليها مع كله، لكن طبعا الايه الانجلش بيبقى عشان خاطر احنا معانا حاجه قبل كده، فالدنيا بتبدا ان هي تبقى لطيفه معانا اكتر يعني. تمام. ايه بقى الفروقات اللي بنلاقيها ما بين الاكسنت، وازاي يبقى عندي اكسنت كويسة، وهل ده مهم اصلا ولا لا؟ طيب، حوار الاكسنت باي ذا واي هو يعني ايه، هو مشكله كبيره واحنا واقعين فيها كمجتمع عربي مش مجتمع غربي. يعني انا لما بدات شغل الاول، انا كان الاكسنت بتاعتي مش احسن حاجه، اوكي، وكان الاندرستاندنج كان بيبقى جامد. انا عندي النولج، عندي الانفورميشن، عندي كل حاجه، وبدليفر الانفورميشن دي، هو اندرستاند مي اتس اوكي، مش اندرستاند مي، فبيقعد يقول لي ايه تيتشر كان يو repeat this info again or repeat this again، فبحاول ان انا ايه اجيبها له بايه باقصى طريقه ممكنه يعني. لكن في الاغلب ما بتحصلش معايا، ما بتحصلش معايا غير يمكن مره اتنين بس، كان في ترم كده او تو ترمز، انا مش عارف انطقهم ازاي في البرنسيشن بتاعي، فمفيش اي مشكله اطلاقا. فخلينا نفرق بين حاجتين. انا شخص هستخدم عشان خاطر يعني نلخص الجدل ده، هل اكسن مهمه ولا لا؟ لو جينا بصينا للناس اللي في جوجل دلوقتي حاليا، الناس اللي ماسكه بوزيشنز في جوجل سواء كان من الهند او سواء كان باكستان، او عندهم حرفيا اكس بتاعتهم ما بتطقهاش، لو انت ما تقدرش تسمعهم اصلا، لكن هو ماسك بوزيشنز كبيره، وماسك مدير تنفيذ في جوجل، وماسك ناس في يوتيوب، وناس في وماسكين في اقوى شركات في العالم حرفيا، باكستان والهند غازين العالم. تمام؟ طيب هل ده منعهم او هل ده كان عائق ليهم عشان خاطر يوصلوا؟ لا، ما كانش عائق ليهم. فانت بتبقى شخص، هل انا لو انا شخص مدرس او شخص انستراكتور او شخص مثلا بعمل مثلا بودكاست، او شخص ان انا عندي حوار الايه شخص مترجم فوري، او شخص ان انا الناس لازم يبقى الانجليش بتاعي مألوف بالنسبه لهم، في انت بوزيشن الانجليش بتاعك لازم يكون مألوف بالنسبه لهم. لا، انت في وقتها لازم الاكسنت بتاعك يكون مظبوط، ده طبيعي، ده اساسي، دي حاجه اساسيه في شغلك. تمام؟ لكن لو انا حد انا بستخدم انجلش ليا انا، سواء كراجل مهندس مثلا او كراجل دكتور او انا عاوز ايه؟ عاوز بس ان انا اعمل كوميونيكيشن، انا مش هستخدم الانجلش ان انا اطلع ادي خطوات، او ان انا او ان انا او حتى لو هتدي خطوات مش مشكله. تمام؟ انا قصدي في نقطه ان انت الانجلش بتاعك يكون مقلوب بالناس ولا لا، لو انت في البوزيشن ده انت محتاج ان انت الاكسنت بتاعتك يبقى كويس عشان خاطر الناس ما تملش منك، عشان خاطر ما يحصلش ميس اندرستاندنج في الموضوع. لكن لو انا حد بستخدم الانجلش في حاجه عاديه في شغل العاده، عشان اعمل كوميونيكيشن، عشان اذاكر، عشان في الدراسه، او انت الاكسنت مش مهم بالنسبه لي. طيب انا عاوز اظبط الاكسنت ازاي؟ انت قدامك هي طريقه، الطريقه اللي احنا قلنا عليها اللي هو الشكل، اللي هو بقلد اللي قدامي، بسمع كويس قوي، بسمع كويس قوي، وبحاول ان انا ايه اجيب نفس التون اوف فويس. يعني تحاول حتى لما تيجي تتكلم معاه في ايه؟ تتكلم معاه في البوينت دي، اللي هو انا اقلد الشخص ده حتى في التون اوف فويس بتاعته عشان تبقى حاجه كويسه وامان كده. في طبعا قنوات بتظبط الحوار ده زي قناه كلير انجلش كورنر، كلير انجلش كورنر هي بتشتغل على الاكسنت اصلا، يور بيرسونال امريكان اكسنت كوتش، جامده قوي. وفي قناه اسمها اللي بتاع روشيل، وطبعا بتسمع التادوت وتادكس، وتحاول انت يعني تسمع كتير بودكاست، تقلب بقى، تعمل ريكوردز كتير، تتكلم هنا تتكلم هنا تتكلم هنا وهكذا، مش اي مشكله اطلاقا. تمام؟ فهي خلينا نلخص الحوار كده عشان الناس ما تفهمش منها، الاكسنت مهم ولا لا، هي بتعتمد على الشغل بتاعك، على الجوب ديسكربشن بتاعك. هذا بس اشتغل كول سنتر، مشتغل انستراكتور، مشتغل بتعمل بودكاست والناس بتسمعك، او انت مثلا مشتغل مترجم فوري او فانت او انت الاكسنت بتاعتك لازم تبقى كويسه، وخصوصا انت في ايدك انك تعملها يعني، ولا انت الاكسنت انت في ايدك انت تعملها، لكن احنا بنحاول نحط لنفسنا اعذار قوي يعني، بس عشان انا يعني لا، انت في طالما انت في ايدك تعمل حاجه وايدك تظبطها اتس اوكي. اصل تقول لي مثلا الغرب لما يجي الناس لما تيجي بره تتكلم، طب ما هم بيتكلموا عربي مكسر والكلام ده، لا يا حبيبي، هو لو حد شغال في مجال فعلا بيتصدر فيه الناس، لا العربي بتاعه بيبقى كويس، او بتاعه بيبقى كويس جدا كمان يعني. شفت انا ناس من المانيا، وشفت ناس من كوريا، لا العربي بتاعه احسن منه منه، مش اللي هو اللي مش عارف ايه، لا هو الفكره ان هو انت في البوزيشن بتاعك والجوب ديسكربشن بتاعك هي اللي بتحدد الاكشن هو بالنسبه لك ولا لا. طب اظبطها ازاي؟ زي ما قلت في الشغل، انت تسمع كتير، تسمع كتير، تتكلم كتير،
مره 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 تجيب تطبق على القاعده دي وتطبق هنا وتطبق هنا وتطبق هنا وتشوف بقى قناه مثلا زي كلير انجلش كورنر او قناه وشيل او قناه ساينتفك اكسل، كل ده بيبدا ان هو يظبط معاك الدنيا. ازاي بقى اعرف ان انا خلاص كده وصلت لمستوى كويس في اللغة او انا بقيت متمكن منها نسبيا؟ طيب دي بتبقى حاجه نسبيه هتعتمد عليك انت كشخص، لكن خليني اقول لك ان انت لو انتظرت للويت او فضلت ان انت تشتغل او في وقت معين كده مستوى انت بتوصل له تحس ان انت مفيش حاجه بتضاف لك جديده، حاسس ان انا واقف، انا حاسس ان انا لا مفيش نيو انفورميشنز تخش دماغي، حاسس ان انا الدنيا بايظه معايا، حاسس. طيب هل دي مشكله؟ لا هي مش مشكله، هي دي بيقول لك خلاص ان انت وصلت فعلا لمرحله كويسه، محتاج ان انت تبدا بقى ان انت تبراكتس بقى وتبدا ان انت ايه تظبط الحاجات بتاعتك. يعني هي اللي بتعتمد على بالنسبه لشخص لشخص، يعني ممكن انا مثلا لو انا بادئ مثلا انجلش من مستوى متوسط ووصلت لمستوى ادفانس فمش هحس بالتغيير قوي، مش حاسس ان انا لا انا حاسس ان انا برضه مش ما عملتش حاجه جامده قوي. لكن لو شخص بدا من تحت الصفر او شخص بدا مبتدئ بدات ان هي الدنيا تمشي معاه وصل لمستوى متوسط فلا هيحس ان هو ملك الدنيا وما عليها زي ما بيقولوا. فهي دي بتبقى بتعتمد على الليفل بتاعك، بتعتمد على الجول او الحاجه اللي انت بتعملها يعني عشان خاطر الموضوع ده. تمام؟ لكن بيبقى عندنا حبه اشارات زي ما قلت لك ان انت بتوصل بتحس ان انت مفيش فعلا انفورميشن بتفضل جديده. وفي ناس بتحس ان هي ايه ان انت ده بقى ان انت تشتغل بقى تشوف ان انت مثلا شغلانه معينه بالانجلش تتكلم مع حد تحس ان انت بتبقى اندرستاند، تحس ان انت لما بتسمع الفيديو خلاص انا الفيديو بقى مثلا بقى اندرستاند تقريبا ممكن مثلا 90% من الفيديو او هكذا، ده كله بيبدا ان انت تظبط الدنيا. يعني مثلا لو انا بقى اندرستاند الفيديو بنسبه 50% وبكره بقت 70% او 80%، لا انت كده في بروسس او بتحس ان انت وصلت لمستوى متقدم يعني. بس اعتقد ان دي حاجات كده. اوكي، بما ان حضرتك علمت طلبة كتير جدا سواء بقى في العربي او بالانجليزي، فايه الغلطة اللي حضرتك كنت بتلاقيها كومن قوي ما بين الطلبة لما بييجوا بيتعلموا لغة؟ طيب هو انا زي ما قلت لك الغلطه المشكله الكبيره هنا قوي هو موضوع الاستعجال. بصراحه هو انا لقيتها هنا بشكل غير طبيعي، لكن بره هم بيشتغلوا على البروسيس كلها، وهنا واضح حوار البراكتس ان هو بيخاف يتكلم. طب انت بتخاف تتكلم ليه؟ يعني مشكله ان انا بخاف اتكلم، طب انت طب ما هو انت مش هتتعلم للاسف غير لما تتكلم. طب وداوت ان انت ما اتكلمتش تيجي تقول لي ما انا مش عارف اوصل لمستوى كويس. تمام، ما ده طبيعي، ما هو انت عشان خاطر تتعلم عشان خاطر توصل لمستوى كويس فانت محتاج ان انت تتعلم، عشان خاطر تتعلم محتاج ان انت تتكلم. يعني هي كلها ايه، كلها زي نظام سيركل كده ماشيه ببعض. فما تجيش تقول لي ان انا والله كويس قوي في اللسنين كويس قوي في الريت فما اعرفش اتكلم فرحتي. طب ما انت هتستخدم ده بعد كده او الحاجات دي كلها المفروض تستخدمها. فالمشاكل اللي بتقابلنا خدها كلنا ناخدها بالترتيب بشكل عام. بره بصراحة انت بتحط السيستم هو بيمشي على السيستم. مفيش حاجة مثلا تلاقي مرة يقول لك التاسك بتاعي اصلا انا مش عارف خالتي ماتت، مش عارف جدي صحي من التربة، مش عارف عمي صباع رجله صغير اتعور، مش عارف ايه اللي حصل، كل الكلام ده مش موجود هناك. هو مستر انا عملت التاسك، عندي مشكلة في حاجة فلانية وعندي مشكلة في حاجة فلانية مش مشكلة اطلاقا. تمام، انما هنا بيطلع لك 500 الف عذر، انا العذر عندي فلان حاجه فلانيه وبكره مش عارف ايه اللي حصل، امبارح ايه اللي حصل، مش عارف ايه اللي حصل في السيشن اللي فات وهكذا. اوكي، طيب المشكله بقى هنا في مصر هو ان انت الاستعجال اولا، ثانيا حوار المقارنه، انت بتقارن نفسك بالناس اللي حواليك فده طبعا بيعمل عندك مشكله. المفروض ان انا بكمبير نفسي مع نفسي، انا امبارح كنت كذا وبكره بقى كذا وبعده ان شاء الله هبقى كذا، او انا مثلا الاسبوع اللي فات كنت باندرستاند مثلا حاجه فلانيه، الاسبوع اللي جاي المفروض انا اندرستاند حاجه فلانيه وهكذا في موضوع الليرنينج. فهي مشكله زمن الاستعجال، مشكله المقارنه، مشكله ان انا بخاف اتكلم، وده طبعا ايه بيحاول يسبب لي مشاكل كتير. طبعا حلها ان انا بقارن نفسي بنفسي، بحاول ان انا اهدى كده على نار هاديه زي نظام التعلم ده، زي نظام يعتبر ايه تسويه على نار هاديه حد الدنيا خالص. وحوار ان انا في الاخر خلاص انا عارف ان انا قدامي فتره عشان خاطر اتعلم حاجه فلانيه وان انا اقارن نفسي بنفسي على طول. ذاتس ات يعني. اوكي، انا كده خلصت الاسئله اللي عندي. حضرتك عندك اي اضافه عن الحاجات دي كلها؟
خلينا اقول بقى ان انت زي ما قلت ان بس تحط كلمه المقارنه دي ان انت تظبط نفسك عليها قوي او ان انت تفوكس عليها قوي، لان هي بتبقى السبب، المقارنه قاتله حرفيا. ليه بقى؟ لان هي اصلا بتقتل الابداع اللي جواك، بتقتل الابداع الشخص اللي جواك. بتحس ان انت شخص ايه اللي هو انا باخد كاركتر بتاع واحد تاني اطلاقا بكاركترستيك مختلفه خالص عن الكاركترستيك بتاعتي، فدي بيسبب له مشكله، وده اللي هو ما بيساعدش ان انا اكمل. يعني زي ما قلت انت ركز على الحاجتين دول، هم عشان خاطر تعمل حاجه انت محتاج حاجتين، الكونسستنسي والتايم مانجمنت. لو ظبطتهم، ظبطت الاستمراريه ونظمت وقتك كويس، انا اضمن لك 100% ان انت توصل لحاجه كويسه. طيب في مشكله هتقابلنا ممكن تبقى مشكله الملل مثلا، مشكلة ان انا حاسس ان انا مش قادر اكمل والكلام ده كله، فقدان الشغف وكل الجو ده. يا هو طبيعي، طبيعي احنا بشر، طبيعي ان احنا يجي علينا وقت احنا مش طايقين نفسنا، طبيعي ان احنا يجي علينا وقت نحزن، فقد الشغف مش فقدان شغف، كل الكلام ده. انت اصلا حتى لو وصلت لاي كمية نجاحات انت عاوز اللي بعده، دي طبيعة الانسان. انا وصلت مثلا للتوب الفلانية، لا انا عاوز ده. أنا مثلا اجي اقول لو حد مثلا بيفتح يوتيوب يقول لك انا نفسي بس اوصل ل 1000 سبسكرايب، يوصل 1000 سبسكرايب يقول لك 2000 3000 5000 10000، لا بقى انا بص انا هوصل لل 100000 وانا كده هبص ايد وشه ضهري، بص لل 100000 لا انا هوصل بقى للمليون بقى يعني، وهكذا. نفس الحال في فيسبوك، لو حد مثلا عنده 2000 فولور فيقول لك يا لو يبقوا خمسه ده انا هبقى جامد، يوصلوا يا لو بقى 10 عشان اعمل التوثيق بقى، عشان اقدم على التوثيق، يخلص يقدم على التوثيق. لا انا عاوز الانسان كده، انسان طبيعي هو يبدا ان هو تخلص الستاب وتخش على التاني. فانت لو فاكر ان انت الجول اللي انت هتوصل له ده انت خلاص كده هترتاح، لا. انا شايف ان النجاح اصلا او ان انت لما توصل لحاجه معينه ده هو بدايه التعب، لان انت بتبدا ان انت لو انت بتبذل مجهود مثلا 10 ريختر في بدايه تعلمك اللغه، وصلت لمستوى مثلا انترميديت مستوى متوسط، فانت هتبذل هناك مجهود 50 ريختر، لان انت وقتها هتحس ان انت فايتك حاجات كتير، لان انت ايه تبدا انت تظبط حاجه. فدي نصيحه بالتعلم بشكل عام، او نصيحه في الاهداف للناس اللي الناس بتحطها. انت حاول ان انت لما تشتغل هذا بتاعك تشتغل الحاجه الفلانيه، انت تتقبل كل اللي بيحصل حواليك، المشاكل، تتقبل الاحباط، تتقبل الملل، تتقبل، بتاخد بريك كده وتقوم ايه تقوم راجع تاني بعد يومين ثلاثه وتحدد بقى انت. عشان كده قلت لك انت تحدد انت عاوز ليه تتعلم، لان ده هو البنزين بتاعك، ده اللي هو هيخليك ان انت تشتغل وتكتب كل الكلام ده. يبقى عندك نوت كده تكتب فيها كل انا عاوز اتعلم عشان خاطر حاجه فلانيه، فلما تيجي تقف بتحس ان انت لا انا في هدف معين اساسا. انا في حاجه كنت بعملها، كنت بجيب نفسي بكتب ورقه كده اقسمها نصين، حاطط الاهداف بتاعتي فوق وحاطط انا لو حددت الاهداف دي هكون فين، ولو ما حددتش الاهداف دي هكون فين، بس خلاص. فانا بقارن نفسي بشوف انا البيرسون ده، انا هبقى الشخص اللي انا ما حددتش او حققت الحاجات دي، طب انا الشخص اللي انا ما حققتش الحاجات دي. شوف بقى انت عاوز تبقى فين، شوف بقى انت الشخص فعلا اللي انت عاوز تبقى فين. فدي بتبقى حاجه ايه زي نظام ايدياز كده. في مشكله برضه تقابل الناس في حوار الفوكابس، ان انت ما بتعرفش تميمورايز فوكابس كتير. فدي انت ممكن تستخدم نوتس اللي هي ستيك نوتس كده وتحطها على الحيطه، مفيش اي مشكله اطلاقا. تكتب مثلا الكلمه الفلانيه، تكتب يعني حاول ما تزودش عن 20 كلمه، تكتبهم تخليهم جنبك، ستيك نوت النهارده، ستيك نوت بكره، وتراجع عليهم الصبح، تراجع عليهم بالليل قبل ما تنام. يعني حوار الريبيتيشن هو اللي هيبدا ان هو يساعدك كتير 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 كتير. بس فاعتقد دي يعني اكتر الحاجات اللي الانسان ممكن ان هو يركز عليها. تمام، شكرا لحضرتك جدا، حقيقي اتبسطت جدا بالبودكاست ده. ربنا يبارك وان فيك شاء يا الله رب، ما تبقاش اخر مره. استاذ ان عبد شاء الله الله. رمضان، رابعه جامعه كليه اللغات والترجمه جامعه الازهر، شرفت جدا بوجود حضرتك النهارده، ربنا يبارك فيك يا وان شاء صديقي، الله ربنا كل يبارك فيك. الريسورسز اللي حضرتك قلت عليها هنبقى محطينها في الديسكربشن بتاع الفيديو باذن الله. خلاص ان شاء الله. تمام، وفي اوكي. الاخر love you all guys, keep going. مع السلامه. صحيح.